شفته على النت، وكان المفروض اني اكتب مقالة وشاركت فيه عشان بحب اقدم هيك شغلة. الامتحان كان عبارة عن 30 سؤال، وكان الأسئلة غريبة جدا وفيها أجوبة صح وجواب قريب من الصح. هي ورشة الكهرباء والضوء والسلاك، هاي كانت أقرب ورشة إلي لأنه هي أول مرة بجربها يعني، وأول مرة بشتغل بالكهرباء. عرفت إنه البرمجة مش بس متعلقة بالألعاب والكمبيوتر، اكتشفت إنها تتدخل بالطب وبالسياسة وبأشياء كثير. مشروعنا كانت فكرته إنه إحنا بدنا نساعد الناس اللي عندهم إعاقات واحتياجات خاصة، إنهم يحسوا زي كأنهم زينا وما يحسوا زي كأنهم الناس غير عنهم. فبدنا نساعدهم انهم يمشوا ويصيروا زي الناس طبيعيين. جهاز خارجي بيلبسوا على اجره، بيكون في اكثر من موتور موزعين على مفاصل الرجل، ولما يكبس كبسه بتحرك الموتور بحركه معينه يخليه تمشي. استفدنا منه كثير انه احنا ساعدنا تبعون الاحتياجات الخاصه، وتعلمنا كيف نصنع مشاريع وكيف نفكر بحل المشاكل. تعلمت كثير شغلات، تعرفت على ناس اصحابي، وتعلمت انه اشتغل شغل جماعي، وتعلمت كثير انه اصنع السيارات وهي الشغلات، وكثير كان نفسي اتعلم. يشارك لانه راح يتعلم كثير اشياء كثير وراح ينبسط منه. استفدت اشياء كثير، منها العمل الجماعي والبرمجة، تعلمت على البرمجة وتعلمت اني افكر خارج الصندوق.